غادي نمشيو ناكلو الحيوان ياك يلاه ماما حبيبي اش كديري انا؟ كناكل الحيوان. اش كتاكلي؟ الحيوان. اوبلا بلاش بلاش ما تدير اجي تما انا من بعد نسولك لا غير قسم ونقول لك دابا نمشيو غادي ناكل واحد الاكله شنايه انت تقول اش بديتي كتصور يلا صور شفت بيوتي ايه عرفت دابا يشوفوني 100,000 جنيه هلا سير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جديد فيديو جديد في العالم. شنو انا هاد المرة فيديو هاد الايام اللي فاتت كنت كندير شي فيديوهات مناطق في المغرب وخصوصا في الشمال طنجة شفشاون اقشور بعض الاماكن في طنجة المشهورين. اليوم هاد الفيديو من المدينة اللي تزادت فيها مدينة وزان. كي كتشوفوا المدينة الأصلية ديالي جيت ندير ليها زيارة ومناسبة نستغل الظروف باش ندير عليها فيديو. الأجواء الليلية ديالها ممتعة ورائعة. وزان مدينة صغيرة ولكن كبيرة، كبيرة بناسها بالثقافة ديالها بالماضي ديالها، للأسف الحاضر ديالها هو اللي نقطة سوداء. هذه المدينة عتيقة اللي خرجت ناس أسماء كبيرة في عالم الفن والثقافة والأدب. وزان كيف معروفة كيسموها باريس الصغيرة. أستوب سير سمحوا لي كنهضر وكناكل. شي كلمات على وزان مثلا. وزان اللي ما كيعرفش هذا الاسم ديال وزان عنده واحد ثلاثة ديال الروايات مش معروف هذا يعني التسمية ديال مدينة وزان. قد الكاميرا قد الكاميرا يعني كاين تلقاو لها اسم وزان ثلاثة الروايات وانا نحاول نختصر هاد الروايات. الرواية الأولى كيقولوا الاسم ديالها على اسم واحد الواد سميتو واد الزين. واد الزين من تما خداو اسم ديال وزان. وكاين رواية ثانية على واحد أمير روماني أو بحال هاد الشكل سميتو أوزينوس ومن تما تخاد هاد الاسم الثاني على وزان يقولوا من ذاك أوزينوس. ولكن كاين رواية ثالثة كتقول على واحد السيد كان سميتو عبد السلام كان كيبيع الصوف في الدخلة ديال وزان. هذا كان كيبيع الصوف وكان عنده ميزان فاش كيجيو الناس عنده كيوزن داك الصوف وتسمى وزان يعني كيوزن. من هذيك الكلمة مشات وزان مدينة وزان على الاسم ديال هاد السيد كيوزن الصوف. هادو ثلاثة د الروايات باختصار. مازال نعطيكم معلومات أخرى على هاد المدينة الجميلة الرائعة في الماضي والحاضر نتمنى تكون اروع ان شاء الله. دابا حنا فين في واحد الساحه مشهوره سميتها ساحه الاستقلال ياك ومعروفه بداك المكانه راه هي اللي هي معلمه شهيره هنا بوزة. ولكن كاين واحد الحاجه اشهر حتى هي مشهوره وهي اللي غادي نمشيو لها واحد الاكله انا نظنش انا شي واحد يجي لوزة وما يمشيش ياكلها زوينه وغادي تمشيو معنا تشوفوها. هي تمشي شنو هي الماكلة اللي ناكلو؟ البابوش. لا شنو سميتو؟ الحيوان. غادي نمشيو ناكلو الحيوان ياك يلاه ماما حبيبي قرب.
حنا غادي ناكلوا داكشي اللي قلنا لكم. شوف اللي كان غادي ينسى على البابوش. صافي قطعوا وراك على هذيك زوج شريطات. سيمو سيمو الا اش كديري الا ها اش كديري الا تناكل اش كتاكلي الحيوان في الليل يغليو لك الكرشك الا كانوا حيوان نعس غيغليو لك الكرشك كامل عمي تقول لا انا لي دخت هادي تسير قول له انا اوبا سيمو امشي طلع حنا منه سيمو سيمو غادي يموت شديتيه الله يا خاي الله يا خاي شكون طاقت ادن شكون هذا اللي شد الاخر حمار هذا اللي شد الله الدراج كيخرج ديك اللاكبة الله ديك الادم مسكين كيخرجها منه الا اسمع الله اكبر الله عليك